وكل نبي في تلك العرفات يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، لك ما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. رواه البخاري ومسلم.